تسلم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في احتفال جرى في قصر الصخير هذا اليوم أوراق اعتماد 13 سفيرا جديدا لدى مملكة البحرين. وكان السفراء الجدد قد وصلوا إلى قصر الصخير حيث كان في استقبالهم رئيس المراسم الملكية، فقد تسلم جلالة العاهل المفدى أوراق اعتماد كل منه سعادة السيد فختانغ جوشفيلي سفير جورجيا، وسعادة السيد سيسوناي نوغوفونيكسي سفير جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، سعادة السيد فوفييت زونغ سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية، وسعادة السيد أنيبال غوميز توليدو سفير الولايات المتحدة المكسيكية، وسعادة السيدة ماريانا نيسيلا سفيرة جمهورية فنلندا، وسعادة السيد وونغ تشاو مينغ سفير جمهورية سنغافورة، وسعادة السيد شوكت علي سودهن سفير جمهورية موريشيوس، وسعادة السيد سيد علي ولد السيد علي سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وسعادة السيد باتريك سيمونيت سفير الاتحاد الأوروبي، وسعادة السيد لورنس ويستهوف سفير مملكة هولندا، وسعادة السيد محمد خليل سفير جمهورية المالديف، وسعادة السيد فرانسيسكو مارو برازيل دي أولاندا سفير جمهورية البرازيل الاتحادية، وسعادة السيد هون هان سفير مملكة كمبوديا. سفير جورجيا. سفير جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية. سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية. سفير الولايات المتحدة المكسيكية. سفيرة جمهورية فنلندا. سفير جمهورية موريشيوس. سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية. سفير الاتحاد الأوروبي. سفير مملكة هولندا. سفير جمهورية المالديف. سفير جمهورية البرازيل الاتحادية.
سفير مملكة كمبوديا. أصحاب السعادة، نرحب بكم أجمل ترحيب كسفراء معتمدين لدى مملكة البحرين التي تعتز بعلاقاتها المتميزة مع دولكم الموقرة، ونتمنى لكم بهذه المناسبة فترة عمل مثمرة مليئة بالإنجاز، حيث سنحرص خلالها على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لتحقيق ما نرجوه معاً من تقارب وتعاون مشترك. كما أوصيكم جميعاً بنقل تحياتي الشخصية إلى أصحاب الجلالة والفخامة الذين نكن لهم كل تقدير ومودة ومحبة، وختاماً نتمنى لكم المزيد من التوفيق في مهامكم ودوام الصحة والعافية وبزوال سريع للجائحة عن العالم بأسره بإذن الله تعالى. وشكراً أصحاب السعادة، شكراً. وقد حضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وسمو الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى وسمو ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب ومعالي وزير الديوان الملكي وسعادة رئيس المراسم الملكية. السلام لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى. سلام.